باريطاب ماشي في عام داك الشهر السنه البرجيكا في عام كنت مقيم في امستردام خدمت عام ثم في ليلفاج بوفان السلام عليكم انا السيد عشيب رشيد تقني فلاحي عندي اربع اولاد دخل في المجموعة مصطفى فلاحية رقم 11 محساس جاية في حي الصفصاف بلدية تجلابين في 85 رجعت من هولندا وبعد دخلت خدمت في الضمان ضمان جاي في مدينة بلدية تجلابين ضمان محساس حتى ل 87 جات تقسيم تاع المجموعات في 87 مع تقسيم المجموعات دخلت انا في تربية الابقار كانت عندنا يجيب 65 بقرة حلوب وكان كنا نشتري العجول تاع اللحم 87 حتى الالفينات كانت طحنا في ظروف صعاب كانت الوقت ذاك العلف غالي كان الجفاف 87 89 كان على 3 سنين جفاف هذا كان مشكل تاع التريسيتي كان يخسرنا الحليب كنا نلوحوه في الالفينات ما ديسيديت باش نبدل لاكتيفيتي وليت ندير لا ميزون فالور دي تير ونخدم الدلاع 2004 خدمنا من 2004 حتى 2009 هكذاك حبست الدلاع دخلت في الانتاج تاع انتاج الكروم قلت لك حنا دينا متخصصين في انتاج العنب عندنا 13 قطار اللي راه اون كور دو ريزاسيون كور دو برودكسيون وعندنا ثم قطارات اللي هما كور دو ريزاسيون صافي ماروسين جدد نقبوهم رانا نقبو فيهم السنه باك يدخلوا برودكسيون من على عامين ولا 700 تحت 600 1000 1200 1200 قنطار هنايا بلاصه هذه تاع ديزيس هنايا منا كي ترجع لي فاريتي هنايا نغرسوها سيرشون باسكو انا ما نعطيكوش نونكاج ديك سيرشون نلقموها باك ما ترجعش مليحه ولا وانا كان على سيو هنايا باسكو كان دي فاريتي اللي ما يرجعش لي مالادي كان دي فاريتي اللي ما يرجعش لي السيروكو صافي نسيوهم هنايا لا فاريتي اللي مدت انتاج مليح ونجحت هذيك نغرسوها سيرشو لي فاريتي اللي عندنا الكاردينال هذا هو اللي يوجد الاول وعندنا فيكتوريا موسكا فيكتوريا وعندنا الداتال وعندنا بلاك بيرد هذا سي فاريتي تاع لي ديابيتيك سي تارديف توجد هي الاخرى ابارتي دو موس سبتمبر وروح عندنا السلطانين السلطانين و ريترو بلاك هادو سي دي فاريتي سون بيبان ديستيني و ريزان ساك عنب الزبيب وعندنا ميشيل باليني دي نوفيل فاريتي وعندنا موسكا طاليان وعندنا رود غلوب وعندنا الصابر نون سيونتيفيك تاعو سيقولولو دابوكي كاين انواع لي يروحو ليكسبورطاسيون ماشي كاع الانواع كاين انواع متخصصين ليكسبورطاسيون كما دوك كان قبضوا الصابر ما تاكسي تيكسبورتا كاين دي فاريتي اللي ما تاكش نيكسبورتو هذه هي المستثمرة تاعنا وانا باك لي سيينا هنايا بزاف انواع تاع الفاكهه ما نجحتناش باسكو هنايا نص مو اكسبوزي او فومارا منا كاين الريح تاع البحر يجي منا سيينا هنا البعويده ما نجحش سيينا المشمش ما نجح سيينا البرقوقه ما نجحش سيينا التفاح ما نجحش بلقينا غير نعنب اللي نجح هنايا
ودك تخصصنا بغينا نوسعوا المشروع تاعنا هذا غير في انتاج الكروم ان شاء الله بربي. ان شاء الله مع لي فاريتي هذو الجدد اللي رانا نسيو فيهم الى نجحوا لنا نلحقوا بالك 28 هكتار هنا. وإذا كان عاونتنا السلطات ولا حنا مستعدين باش إذا كان مساعد لقينا تسهيلات باش نعاود نسوقوا هذا المنتوج تاعنا هذا. ونطلب من سلطة المعنيين يلحوا علينا شويه المشاكل تاع الإدارة هذه وياخذوا الأمر بعين الاعتبار.